السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو اتحداك ما تحس بالسعادة غير الفيديو او انك تشتركوا في القناة نصف الى 300 مشترك وضغط لايك على نصف الى اكبر عدد من الايكات غير الفيديو. انا مش عارف اسانسير من الكهرباء وما معاه الكتاشي بينزل ازاي؟ واو بينزلوا من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتاع بتحط الحاجات من ورا بتاع النظام زي بتطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون هواوي بيشحن لوحده. واو بحط دي من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة كيفة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة او اي حاجة سموت لها مادة لزجة. دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة دلوقتي جديدة لوفها عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي. مرة روعة مرة روعة حلوة. دي بتكتب تكتب بالليزر او تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق ورق الوان زي لوحدك راح كل يوم لازم معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى دي نفس زي الاولى دي بص برضه بيعمل بيديه بيبقى كله طالع. واو مره راح وعلى عايز واحده زي دي بيشيل اللي اسمه الخطا يكون جهه متغلف او شيل التغليف اللي عليه شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. واو عارف لما اركب هو سايق على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي نظام زي لون لون اسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعام معروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبيتغلف فيها. واو دي بقى بتبص اكتب الجزء ده برضو ولا تلاقيه برسم على الايد او برسم على الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي. واو كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت على التاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية آلية تتعمل أربع ثواني. دي بتغلف شنط السفر بتغلفها. واو مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف سقف المعلق او الجبسن بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اكل جام رصاص او العاب نارية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في كرتين تتغلف على طول. واو دي برضو حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفة على بتاع هيلفه بقى لفه هيلفه على الوجه هيلفه بعد كده الوجه هيتغلف في الباب هيتغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع دي واو حط مادة عند الوان حط أخضر أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كور الصغيرة دي. دي من هزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيتلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق شد الورق ديت. واو عمال تعد عمال تعد. دي راجل مرسوم على الأرض. اشتركوا نصر الام بي واشتركوا وضغط لايك نصر الام اكبر عدد من اللايكات. والله مع السلامة.